يواصل المواطنون والمقيمون الإقبال على الحملة الوطنية للتطعيم لتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا. وبحسب وزارة الصحة فقد بلغ عدد من تلقوا الجرعة الأولى من التطعيم حتى مساء أمس الأحد 565,171 شخصا، فيما بلغ عدد من تلقى الجرعة الثانية 391,300 شخص. هذا وجددت الوزارة دعوتها لضرورة المبادرة لأخذ اللقاح لما له من أهمية في تحصين الفرد والمجتمع والمساهمة في دعم جهود التصدي لفيروس كورونا، مشددة في الوقت نفسه على أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، خصوصا فيما يتعلق بالتجمعات العائلية ومراعاة التباعد الاجتماعي كوسيلة مهمة لخفض معدلات انتشار الفيروس.